مساء الخير على الناس الجميلة اللي بتشوفنا دلوقتي. احنا النهاردة بنقدم فيديو تعريفي، من خلاله بنقدم قصة صغيرة جدا عن ملكة من ملكات مصر في الحكم الفرعوني، اسمها الملكة حتشبسوت. من اجمل او من ضمن اجمل الاماكن اللي موجودة في مصر، في الاقصر تحديدا، في البر الغربي، المعبد الجنائزي الخاص بالملكة حتشبسوت. مين هي الملكة حتشبسوت؟ الملكة حتشبسوت حكمت مصر لمدة تقريباً 22 سنة، وكمان كانت أول حد يعمل بعثة لبلاد بونت اللي هي الصومال حالياً، بعثة تجارية جابت من خلالها شجر البخور، وكمان جابت الذهب وحاجات تانية كتير علشان تقدمها كقرابين للإله أمون را، إله الشمس أيام الحضارة الفرعونية القديمة. ودلوقتي حبينا نعرض ليكم ديزاين معبد الملكة حتشبسوت، اللي هو بيتكون من 3 طوابق في اجمل مكان موجود في مدينة الأقصر، وده يعتبر الفيو الخاص بمعبد الملكة حتشبسوت. شكرا، وانتظرونا قريبا في فيديوهات تعريفية اخرى بالمناطق الأثرية والسياحية اللي موجودة في مصر كلها.